تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم جديد غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي. وقالت مصادر ميدانية إن قتلى وجرحى من الميليشيات سقطوا في قصف مكثف لطيران التحالف الحربي بما في ذلك طائرات الأباتشي. وذكرت المصادر أن قوات الجيش حررت مواقع مطلة على منطقة العريش آخر مناطق مديرية موزع وتتقدم باتجاه البرح، وقصفت مروحيات الأباتشي بشكل مكثف مواقع الميليشيات شمال مفرق الوازعية ومنطقة البرح في مقبنة، وأسفرت الغارات عن مقتل 11 عنصرا وإصابة 8 آخرين من ميليشيات الحوثية الإرهابية، فيما شهدت المنطقة قصفا مدفعيا مكثفا. دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثية الإرهابية جنوبي محافظة الحديدة. وقال مصدر ميداني إن معارك عنيفة تجددت بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية شرقي مديرية حيس. وبحسب المصدر فإن المعارك تزامنت مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيات الحوثية في مفرق جبل راس وخط العدين. أسفرت المعارك وغارات التحالف العربي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية. صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما لميليشيات الحوثي في محافظة لحج. وقالت مصادر ميدانية أن الميليشيات شنت هجوما على مواقع للجيش الوطني في منطقة حمالة التابعة لمدينة كرش شمالي لحج. وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع جديدة في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني هاجم مواقع تحتلها الميليشيات في سلسلة جبال اليسبل الاستراتيجية ومنطقة خدار العرجاء وجبال الخليقة في جبهة قانية. ولفت المصدر إلى أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات خلال الهجوم والذي انتهى بدحرهم من عدد من المواقع في منطقة خدار العرجاء وجبال الخليقة بالجبهة ذاتها. كثفت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع للميليشيات في مديرية باقم بمحافظة صعدة بالتزامن مع مواجهات عنيفة شهدتها المديرية. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 13 غارة على مواقع وتعزيزات للميليشيات في مناطق متفرقة من المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وكانت قوات الشرعية قد تمكنت في وقت سابق من استعادة السيطرة على عدد من المواقع في المديرية بعد معارك مع الميليشيات استمرت لساعات. في إطار الممارسات التعسفية والتضييق على المواطنين، قامت ميليشيات الحوثي الإرهابية مساء أمس باحتجاز عدد من الباصات التابعة لشركات النقل الجماعي في إحدى مناطق مدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي تقل المئات من المواطنين نساء وأطفال في نقطة تابعة لها خارج مدينة رداع. وأضاف المصدر أن عناصر من ميليشيات الحوثي قامت بالتحقيق معهم واستجوابهم بطريقة مهينة، محاولة إلحاق التهم الكيدية بهم بغرض الابتزاز والاختطاف. وأكدت المصادر أن الحافلات ما زالت محتجزة وعلى متنها أسر وحالات مرضية لا تحتمل هذه الإجراءات المخالفة لكافة القوانين والمواثيق والشرائع السماوية.